بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد أفضل الخلق أجمعين. أبنائي طلاب الصف السادس الابتدائي بمدارس دار الثقافة، أهلا بكم مع درس جديد في مادة العلوم. درسنا اليوم يتكلم عن المهارات العلمية استكمالا للدرس السابق الذي تحدثنا فيه الحصة الماضية، وكان بعنوان الطريقة العلمية، وعرفنا فيه خطوات الطريقة العلمية، وعرفنا فيها أن الطريقة العلمية هي طريقة يستخدمها العلماء عن طريق قيام بعض الخطوات التي يمكن من خلالها التوصل إلى حل المشكلات أو تفسير لبعض الظواهر الكونية التي تحدث في الكون وتفسير العمليات الطبيعية. عرفنا أن الطريقة العلمية عبارة عن خطوات: ألاحظ، أسأل، أكون فرضية، أختبر الفرضية، نتائج تدعم الفرضية وتنقض الفرضية أو تنقض الفرضية، والاستنتاج وطرح الأسئلة. تعرفنا عن المذنب وشكله وكيفية دورانه، كيف وعرفنا كيف يختبر العلماء الفرضيات عن طريق وضع نماذج حاسوبية يستطيعون من خلالها تفسير ما يحدث في الظواهر الطبيعية، وعرفنا أن العلماء يستطيعون تحليل البيانات عن طريق تشغيل النموذج أكثر من مرة والتواصل مع العلماء الآخرين، وأن برامج الحاسوب تقوم بمعالجة البيانات التي تخرج إليهم عن طريق إنتاج صور وأفلام توضح ما يحدث عندما يقترب المذنب من الشمس. وعرفنا كيف يستنتج العلماء المعلومات عن طريق بعض مقارنة توقعات النموذج بالمشاهدات، وإن هم بيقارنوا بين المتغيرات ويتواصلوا مع العلماء الآخرين. إذن ما لاحظناه من خلال قيام العلماء بهذه الخطوات أنهم يحتاجون إلى بعض العمليات التي يقومون بها. من خلال ما لاحظنا من خطوة الملاحظة، فهي تعتبر خطوة مهمة جدا للعالم أو للشخص اللي هيقوم بتفسير الظاهرة، فهو يحتاج إلى الملاحظة، والملاحظة هي أمر مهم جدا في تطبيق الطريقة العلمية. إذن أول مهارة أو أول شيء يقوم به العالم أو الشخص اللي هيقوم باستخدام الطريقة العلمية عشان يجاوب على أسئلة أو تفسير لبعض أو يفسر شيء، لازم يستخدم مهارة الملاحظة. مهارة يعني شيء هو بيقوم به، شيء هو العالم بيقوم به للوصول إلى تفسير أو عند استخدامه للطريقة العلمية. أول مهارة أو أهم من أهم المهارات عندي هي الملاحظة. الملاحظة تكون عن طريق استخدام أحد الحواس الخمسة. استعمل حواسي لأتعرف على الأشياء والحوادث أو الأشياء والأشياء المحيطة والأمور، الحوادث يعني الأمور التي تحدث حول العالم أو المراد تفسيرها أو حول الطالب الذي يريد فحص هذه الخلايا تحت المجهر. هو الآن يستخدم الملاحظة عن طريق النظر في الميكروسكوب الموجود أمامه، ويستخدم حاسة الإبصار أو النظر وينظر ويتابع بها ما يحدث في الشريحة أو يتابع بها شكل الخلايا. إذن أول مهارة علمية هي الملاحظة. المهارة الثانية هي التوقع. أتوقع يعني أكتب نتائج متوقعة، يعني أفترض بعض الافتراضات أو التوقعات لما حدث في هذه الظاهرة العلمية، أو نتائج التجربة اللي أنا هعملها هتكون إيه، أو الطالب يتوقع شكل الخلايا هيكون كيف قبل ما ينظر في الميكروسكوب، وهذا هو ما يسمى بالتوقع. بعد ذلك هناك مهارة أخرى وهي تكوين الفرضيات، وهي أن يكتب عبارة يمكن اختبارها بهدف الإجابة عن السؤال، يعني يضع التوقع على شكل عبارة يكتبها، يعني أتوقع أن يكون شكل الخلية تشبه الصناديق مثلا، هو ده تكوين الفرضية، أن يكتبها على شكل، يكتب التوقع على شكل عبارة. التجريب هو أن يقوم بتنفيذ التجارب. العالم طبعا بيقوم بتنفيذ التجارب عشان يشوف التوقعات اللي هو توقعها كانت صحيحة أو لا، يعني يشوف اللي هو توقعه كان صحيح أو لا. التجريب هنا في الصورة اللي أمامي، إن الطالب هنا بدأ باستخدام الميكروسكوب، ده يعتبر تجريب، خلاص بيجرب بيشوف بنفسه، أو لو هنعمل تجربة عشان نتأكد من التوقعات بتاعتنا أو عشان نشوف هي صحيحة ولا لا. أصنف يعني أضع الأشياء المتشابهة في خصائصها في مجموعات، زي ما خدت في الصف الخامس قبل كده التصنيف، وعرفت إن احنا بنضع النباتات في المملكة النباتية، الحيوانات في المملكة الحيوانية، زي كده ده اسمه التصنيف. التصنيف أن نضع الأشياء المتشابهة في خصائصها في مجموعات. العالم أيضا أثناء تفسيره للظواهر العلمية أو الإجابة على بعض الأسئلة لازم يقوم بالتصنيف، من ضمن المهارات اللي بيستخدمها العالم في الطريقة العلمية.
اعمل نموذج. احيانا زي ما خدنا كده في المذنبات في الدرس الماضي عشان ندرس بعض الامور او نتعرف على بعض الاشياء، مش هينفع ان احنا نشوفها بشكل الطبيعي بشكلها الطبيعي امامنا، فبنضطر ان احنا نعمل نماذج عشان تسهل علينا دراسة هذه الامور او هذه العمليات التي لا نستطيع رؤيتها على طبيعتها، زي النماذج الحاسوبية اللي سويناها للمذنبات ودوران المذنبات في الدرس الماضي. يبقى اعمل نموذج، ممكن يكون النموذج حاسوبي او غيره من انواع النماذج الاخرى. استخدم او نموذج ورقي مثلا زي كده، اسوي نماذج تسهل لي الامور. نموذج مادي زي نموذج مثلا الكرة الارضية اللي انت بتشوفه في المعمل، شكل الكرة الارضية وموضوع عليها خريطة العالم، فده مش نموذج، مش حقيقي، لكن هو نموذج يعني يشبه الحقيقي، يشبه الحقيقي، عشان كده سميناه نموذج. ليه سميناه نموذج مادي؟ لانه يمكن لمسه، يمكن الشعور بيه. لكن النموذج الحاسوبي سميناه نموذج حاسوبي لانه بنعمله على الحاسب وبنشوفه على الحاسب، عشان كده سميناه نموذج حاسوبي. يبقى عرفنا عمل النماذج يعني عمل مجسمات او اشياء تسهل لنا دراسة او التعرف على الظواهر او الامور اللي هندرسها بالطريقة العلمية. استخدام المتغيرات يعني حدد بعض الاشياء اثبتها وامور تانية اغيرها في التجربة عشان اشوف هل هيحدث تغير ولا لا، يعني اغير بعض الاشياء عشان اشوف هيحدث تغير في النتائج ولا لا، وده اللي بيحصل في التجارب زي ما تشوفوا، بنزود كميات ونقلل الكميات وزي كده. برضو من ضمن المهارات العلمية القياس، يعني العالم احيانا يحتاج ان يقيس الحجم، حجم المادة اللي بيدرسها، او يقيس المسافة بين جسمين مثلا او شيئين، او يحدد الزمن، او يقيس كميات، او يقيس مساحة او كتلة شيء او وزن، او يقيس درجة حرارة الجو اثناء حدوث هذا الامر لمادة ما مثلا. فالقياس مهم جدا، القياس مهم جدا ومن اهم المهارات العلمية التي يستخدمها العلماء في الطريقة العلمية، او يستخدموها في المعامل او في التجارب او في تفسير الظواهر اثناء استخدامهم للطريقة العلمية وغيرها. استخدام الارقام، طبعا لا نستطيع الاستغناء عن الارقام في اي شيء او في اي دراسة من الدراسات، بنحتاج للارقام عشان نرتب بيها البيانات ونجري العمليات الحسابية عشان نفسر البيانات، نجري العمليات الحسابية عن طريق الارقام طبعا والآلة الحاسبة وغيره. فاستخدام الارقام مهم جدا بالنسبة للعلماء عشان يفسروا الظواهر الكونية والعمليات الطبيعية اللي بتحدث حواليهم والتعرف على الاشياء وغيره. وفسر البيانات يعني استخدموا المعلومات اللي عندهم او الموجودة في الموقع اللي هما بيدرسوا فيه الظاهرة ده او بيفسروا فيه الامر ده، ويحولوا المعلومات دي للبيانات دي الى اشياء حقيقية على ارض الواقع، يعني يفسروا الامور الموجودة او البيانات اللي عندهم او الارقام او غيره، يفسروها يحولوها الى معلومات حقيقية او دلائل حقيقية. يعني بيفسروا البيانات، بيستخدموا المعلومات اللي جمعوها اللي استطاعوا ان هم يجمعوها يجاوبوا بها على الاسئلة ويحلوا بها المشكلة. الاستنتاج ان هم بيكونوا فكرة او رأي من حقائق او ملاحظات، يعني بعد ما بيجمعوا البيانات ويحولوها الى اجابات بيوصلوا في الاخر الى استنتاج او امر، بان زي ما قلنا في الدرس الماضي بان المذنب يتكون من رأسه وذيله وتحيط به هالة، وهذه الهالة ويخرج من المذنب ذيل، تمام، ما يشبه الذيل، وهو عبارة عن الهيدروجين المتجمد مثلا اللي كان موجود على المذنب، تفكك عندما اقترب المذنب من الشمس. وصلوا للاستنتاج ده عن طريق الملاحظات والبيانات اللي هم سجلوها. يبقى الاستنتاج عبارة عن تكوين فكرة بناء على الملاحظات اللي تمت في السابق. طبعا العلماء بيستخدموا هذه المهارات، بعض هذه المهارات أثناء إجراءهم للطريقة العلمية، ممكن يستخدموها كلها وممكن بعضها فقط. المطلوب منك تعرف 3 أو 4 مهارات من المهارات هذه، وأغلبها كان موجود في الطريقة العلمية، ولاحظ أتوقع وكون فرضية وجرب وصنف، يعني المفروض أن تكون عارفهم كلهم. 12 تقريبا، 12 مهارة، مطالب أنت ب3 أو 4 من المهارات العلمية فقط. أتمنى تكونوا فهمتوا الدرس وربطتوا بالدرس الماضي الخاص بالطريقة العلمية، ونتقابل معا إن شاء الله في الدرس الماضي الذي الدرس القادم الذي سيتحدث عن تنوع الحياة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.